بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان وكل اوان والى دهر الدهور امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. بمناسبه الصوم الكبير، ربنا يعيد هذه الايام علينا بالبركه والنعمه، وربنا ونطلب من ربنا انه يرفع غضبه عنا ويغفر لنا خطايانا. وطبعا باسم كل ابائي وباسمكم بنقدم التعزيه لأساتذتنا وأبائنا وإخواتنا الذين تنيحوا بسبب طبعا كورونا أو غير كورونا. ربنا ينيح نفوسهم أجمعين والبركة فيكم، وربنا يديكم طول العمر والصحة. نستكمل بقى دراستنا في الأسفار التاريخية، ونكمل دراستنا في سفر يشوع. آخر حاجة خدناها المرة اللي فاتت برضو من خلال الفيديو قانونية سفر يشوع. هنتكلم النهاردة عن أقسام سفر يشوع وبعض الأمور الأخرى، يعني أو الموضوعات الأخرى. القسم الأول في سفر يشوع من الإصحاح الأول للإصحاح الاثناشر، وبيتكلم بقى عن تكليف ربنا ليشوع إن هو يقود الشعب بعد موت موسى النبي. وإحنا عارفين إن يشوع كان تلميذ موسى النبي، وكان بيتميز يشوع ان هو رجل حرب. والعبور بشعب اسرائيل نهر الاردن، واحنا يمكن قلنا قبل كده لما كنا بندرس مع بعض جغرافيا الكتاب المقدس ان يشوع كان رجل حرب. فطبعا لو كان دخل من ناحية الشمال كان طبعا مشكلة، او من الجنوب برضو هتبقى مشكلة، لكن هو بحكمته يعني ان هو رجل حرب دخل في منطقة المنتصف من نص ارض كنعان، ودي شرحناها بالتفصيل في جغرافيا الكتاب المقدس. بعد كده نلاحظ يعني في الامور دي ان في الاصحاح الثاني مثلا ان يشوع ارسل جاسوسين الى اريحة، وطبعا عرفنا القصة مع رحاب، وعرفنا قد ايه رحاب طبعا كانت يعني عندها ايمان بربنا من خلال مقابلتها للجاسوسين دول ومساعدتها ليهم. وهنرد برضو على بعض الاعتراضات في النقطة ديت، وفعلا قدر يشوع انه يقود الشعب ويعبر نهر الاردن ويدخل الى ارض كنعان. وطبعا عبور نهر الاردن كان برضو رمز للمعمودية، زي ما عبر موسى النبي بشعب بني اسرائيل البحر الاحمر عند خروجه من ارض مصر بعد الضربات العشرة برضو اللي هي درسناها قبل كده او درست في سفر الخروج. كمان في الاصحاحات دي نلاقي خيانة عخان ابن كرمي، وهنا برضو بيؤكد اهمية سر التوبة والاعتراف، وان الاعتراف لازم يكون يعني ليه اهمية، زي ما خدنا من خلال الذبائح في اصفار موسى الخمسة اهمية الاعتراف. برضو الموقف ده بيذكر أهمية الاعتراف أو أهمية سر التوبة والاعتراف كحاجة كسر مقدس في العهد الجديد. القسم الثاني في سفر يشوع من أول إصحاح 13 لإصحاح 22، وبيتكلم على تقسيم الأرض وتمت بالقرعة، وكل الأسباط خدت أجزاء من الأرض ما عدا سبط واحد اللي هو سبط لاوي، لأنه كان سبط الكهنوت، لأن كان كل سبط يحتاج معه جزء من سبط لاوي علشان خاطر يقدروا ان هم يقدموا الذبائح الى الله، لان كان المنوط بتقديم الذبائح هو سبط لاوي فقط. وده الكهنوت زي ما احنا عارفين نوع الكهنوت في العهد القديم اللي هو الكهنوت اللاوي. القسم الثالث من اللي هو الاصحاحين 23 و24، وكان بيتكلم بقى عن خاتمة حياة يشوع، ونلاقي طبعا الآية الجميلة اللي قالها يشوع: واما انا وبيتي فنعبد الرب. ومات يشوع ابن 110 سنة، ودي كانت حياة يشوع طبعا وتقسيم السفر. وطبعا زي ما قلنا يشوع كان مساعد لموسى في وخاصة في الحروب، وكان رجل كان رجل حرب. احب اقول بس يعني حاجة عقائدية كده، عشان في بعض الناس يعني بيعترضوا لما احنا بنقابل بعض ونقول لبعض كل واحد يقول للتاني صلي لي او اذكرني في صلواتك. في بعض الطوائف بتعترض، يقول انتوا ازاي هتصلوا من اجل بعض،
وازاي انسان خاطي يصلي من اجل انسان خاطي وممكن ربنا يسمع له. الحقيقة دي برضو من الحاجات الحلوة اللي ذكرها سفر يشوع، لما جينا شفنا رحاب لما طلبت من الجاسوسين وخدت منهم وعد، يعني ان هم لما يجوا يهدموا المدينة كلها او يقتلوا المدينة كلها او يعني في الحرب ان هم ما يجوش جنب البيت ده. وفعلا بشفاعة رحاب وهي من الاحياء صلت من اجل اقاربها الاحياء ايضا، وفعلا ربنا وافق على هذا العهد، وفعلا تم ان كل البيوت اتأثرت ما عدا بيت رحاب الايه الزاني. دي برضو نقطة مهمة بتتكلم عن شفاعة الأحياء من أجل الأحياء. وفي سفر برضو أيوب يذكر نفس الفكرة ديت في آخر إصحاح، لما ربنا قال لأصدقاء أيوب إن أنا مش هوافق على أي حاجة أنتم بتعملوها غير لما أيوب نفسه يتشفع من أجلكم. فشفاعة الأحياء من أجل الأحياء أو صلواتنا من أجل بعض دي طبعا حاجة مهمة. وبرضه في العهد يصلوا بعضكم لأجل بعض، دي حاجة برضه مهمة. محدش يعني يقول أنا إنسان خاطي وربنا مش هيسمع لي فمش هصلي من أجل حد، لا بالعكس. ويمكن حتى الآباء بيقسموا الصلاة إلى 3 مراحل، يقول كده لما أنا بصلي من أجل نفسي فقط ربنا يسمعني، لما أنا بصلي من أجل غيري ربنا يحبني، ولما بصلي بقى لربنا بكلمات فيها إيمان واعتراف بقوته الإلهية ربنا يرفعني. فدي 3 مراحل أو 3 مستويات للصلاة، لازم نكون احنا عارفين مدى هذه الصلوات وأهميتها. في الإصحاح 20 كمان بيتكلم على مدن سميت بمدن الملجأ، مدن الملجأ، ودي كان يلجأ إليها حتى من الاسم، يلجأ إليها أي إنسان قام بقتل عن طريق الخطأ أو كان حكم عليه بالإعدام وهو إنسان مظلوم، فيهرب ليها ومحدش يقدر إن هو يقتله طالما احتمى في هذا المكان. كانت عدد المدن اللي أخذوها من كل سبط من بنو هارون، يهوذا وشمعون خدوا 9 مدن وبنيامين خدوا 4، يعني 14 آسف. من كل هذه المدن كان في 48 مدينة، أخذوا منها 6 مدن فقط اللي هي تكون مدن الإيه؟ مدن الملجأ، مدن الملجأ اللي هي زي حبرون وشكيم وجولان وقادش وباصر وراموت، دي ال6 مدن اللي هي مدن الملجأ اللي احنا اتكلمنا عنها. ناخد موضوع تاني اللي هو السيد المسيح في السفر، السيد المسيح في سفر يشوع. يشوع نفسه كان رمزا للسيد المسيح، كان رمزا للسيد المسيح. وهنا الرمز نخلي بالنا ان هو برضو مش بيلغي شخصية، يعني الشخصية دي يعني مش معناها ان يشوع دي شخصية يعني خيالية، لا طبعا دي كانت شخصية حقيقية، لكن اسم يشوع معناه يهوى او خلاص الرب، وبرضو هيها كلمة يسوع في اللغة العربية او اليونانية. يشوع غلب أعداءه، أعداء شعب الله، والسيد المسيح غلب إبليس وخلص شعبه من قوة إبليس أو من سلطان إبليس. يشوع ملك على أرض كنعان، والسيد المسيح ورثها لشعبه، والسيد المسيح سيورثنا ملكوت السماوات اللي هو يعني أنشأه قبل تأسيس العالم. يشوع خلص بيت رحاب الزانية وكل من كان فيه، زي ما احنا شرحنا ليه فكرة او عقيدة الصلاة الاحياء من اجل الاحياء. ويسوع المسيح خلص الكنيسة كلها وكل انسان متمسك بربنا، يقول كده هكذا احب الله العالم حتى انه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. اي انسان بيؤمن بربنا ربنا بيقف جنبه وبيكون معاه وبيرشده الى الطريق الصحيح، وطبعا بنعمة ربنا بيكون ليه مكان في ملكوت السماوات اذا تمم طبعا الوصايا والاسرار الكنسية وخاصة الخالص اللازمة للخلاص. عبور الاردن زي ما احنا قلنا كان ايضا رمز للمعمودية، ونلاحظ زي ما قلنا في عبور البحر الاحمر ان عبور البحر الاحمر كان فيه رجال وكان فيه نساء وكان فيه ايضا اطفال، وكذلك في عبور نهر الاردن كان فيه رجال ونساء وايضا كان يوجد اطفال مع الشعب.
وده معناه او بيأكد اهمية معمودية الاطفال، لان برضو في ناس بتعترض احنا ليه بنعمد الاطفال واحنا لسه مش عارفين ايمانهم، لكن احنا بنقول ان هم بيتعمدوا على ايمان اهلهم، زي ما في العهد القديم لما الشعب وهو معدي البحر الاحمر ما سابش ولاده وقال يمكن يحبوا يعيشوا في مصر مثلا، او لما جم يدخلوا ارض كنعان محدش ساب ولاده قال يمكن ما يحبوش العيشة في ارض كنعان، لا كان على اساس ايمان والديهم، وده اللي احنا بنعمله في طقس المعمودية. في عبارة في يشوع 5 اللي هي رئيس جند الرب، رئيس جند الرب طبعا في الاول كده بيتهيأ لينا ان هو ده رئيس الملائكة ميخائيل، لكن الحقيقة لما ذكر رئيس الملائكة ميخائيل صراحة ان هو رئيس جند الرب كان في سفر دانيال 10 وفي دانيال 12 برضه ذكر نفس الحكاية، لكن كانت عبارة واضحة. لكن هنا نلاحظ ان يشوع سجد ليه، فلو كان هو مقصود بيه رئيس جند الرب الملاك ميخائيل ما كانش سامح او ما كانش ساب يشوع يسجد له لانه مش هو ربنا. فهنا طبعا لازم نخلي بالنا ونركز كويس جدا في كل عبارة نقراها عشان نفهمها صح، وعشان كمان نقدر ان احنا نعلمها لاولادنا في الخدمة بطريقة صحيحة. سكوت أريحة برضو من الحاجات اللي بترمز الى الايمان، وان ربنا بيدينا قوة وربنا بيدينا سلطان وربنا بيدينا اسلحة جميلة جدا نقدر ان احنا نستخدمها في جهادنا الروحي حتى نصل الى الهدف بتاعنا. الحبل القرمزي اللي كان علامة يعني على بيت رحاب علشان خاطر محدش يأذي البيت ده وكل ما فيه، كان طبعا رمز الى دم السيد المسيح له المجد، واحنا حتى يقول كده دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية وطبعا بيفدينا. والحقيقة هنا برضو كان ايضا اللون القرمزي ده يرمز الى دم السيد المسيح الذي به الخلاص، وكما خلص بيت رحاب الزانية من الموت وكانت العلامة الحبل القرمزي، نحن ايضا في كنيسة العهد الجديد نجونا من الخطية ومن الشيطان وتم خلاصنا من خلال دم السيد المسيح المسفوك على خشبة الصليب. الجزء الاول دوت ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هناخد موضوع اللي هو مهم برضو اللي هو الرد على الاعتراضات الموجودة على السفر. يبقى احنا كده النهاردة خدنا يعني تقسيمة السفر، وخدنا بعض الموضوعات المهمة في السفر زي مدن الملجأ، وخدنا كمان رمز السيد المسيح في سفر يشوع. المحاضرة الجاية ودي آخر محاضرة في سفر يشوع هناخد الاعتراضات على سفر يشوع. ربنا يدينا كل نعمة، وطبعا زي ما قلت لحضراتكم احنا منتظرين أسئلتكم لو في أي حاجة، واحنا بنعتذر طبعا ان احنا مش بنقول كل حاجة لان مش هنلحق الوقت مش هيسعفنا، فاحنا هناخد الحاجات المهمة والباقي ان شاء الله من خلال أسئلتكم بإذن ربنا ندرسه مع بعض. ربنا يدينا كل نعمة ولإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.